الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة تشهد حركية ونشاطا مع اقتراب نهاية السنة الجارية. شاهدنا أعداد مرتادي السوق في تزايد، لكن تبقى صفقات البيع نادرة. العينة من سوق بوقرة بالبليدة: ما درنا لها السومة، واش جابت في السوق هذاك هو؟ وين ضربت؟ والله ما دايرين لها سومة. عطوني 95 دوكا هي. مزال شوية مزال. هادي سيدي السات ماشية 262 ألف. راه ما عطينا 205. ما جبتش اليوم، جبت نشري اليوم. واش حبيت تشري؟ شري كلش انا جميع اللي يبيع في السومة انتيك نشري عليه. انا شري الباين بولو ايبيزا سكودا، هادو قال شوية ما يطيحوش بزاف. الكل يترقب دخول القرارات المتعلقة باستيراد المركبات وتصنيعها محليا حيز الخدمة، وهو ما خلق جوا من التردد لدى البائع والشاري على حد سواء. التحاصدي بوندوك مع السوق ماهوش باين دوك، عباك باللي كيفاش الناس راهي خايفه باش تشري وكذا على حبه. والحاله حابطه شويه ماشي كيما كان السوق، وحنا ان شاء الله اكسباس كيما هذه ان شاء الله تولي 50 ماذا بينا ان شاء الله. في دي طاب ويدخل والناس قاعد تشري. عندنا حتى لهذا اللافا تاع عنده بزاف، ملي خرج هذا الصوالح يقول لك نستناه وراح تهبط السوق راح يدير هكذا. يبدو ان سنه 2023 هي سنه الفرج، حيث سيجد المواطن نفسه امام عده خيارات لاقتناء سياره بعد القرارات الاخيره التي حملها مجلس الوزراء المنتظر تجسيدها على ارض الواقع.